رأيك يا ولد باشا؟ يا ترى رشيد أو توفيق حيكسبوا في الرماية؟ حضرتنا بلغنا صافي نازهانم هرمكم إني جلالاتكم في انتظاري الليلة. بعدها شفق هانم، بعدها جشم هانم. ولا بد من التصالح مع فريال هانم. تمام. أنا لولا إني جللت الوالدة باشا أصرت إن ناجي ما كنتش جيت. أو كونتريغ، إن عزالك وحزنك ده مخليه مش ملتفت لك أبداً فوتخالتاس. صدقيني أدائك المكسور ده هيخليه يشعر إن أنتي رغبة فيه جداً وإن أنتي متألمة جداً لفراقه. جاني با كومبري، يعني عايزاني أعمل إيه ماريا؟ عكس اللي أنتي بتعمليه ده تماماً. يعني إيه؟ عايزاني أفرح وأرقص مع كل الرجالة؟ Exactement. C'est ça votre altesse. مالك بس يا ست شفق؟ كفل الشر، مش قادره اتنفس. المشد الزفت اللي انت لبستهوني ده كتم على نفسي. لا 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 لا، ده مدورك ومكسمك اخر حلاوه. اميره حق وحقيقي، انت بس ما ترحريش في القعده وهو هيفضل لامم ان شاء الله. وانا متاكده ان الخديوي هيختارك الليله دي، بس بقى ما تبقيش تنسي تحلي بقي بالجنيه ده. مش وقت رغيك خالص، انا مش قادره اتنفس. خديوي ايه اللي هيختارني؟ مش لما ابقى عايش الاول، انا خلاص مش قادره استحمل. الفستان اتفتح، هنتصرف ازاي؟ مفيش فايده. شفق هي شفق، كرويه غبيه. حصل، حد خد باله؟ عيب صافي ناس هنا. عملت اللي قلته لك بالظبط؟ ايوه، فكوا صواميل الزناد وقلبوا الرصاصه. وكمان مش الحاجات دي كلها حطيها في جيب توفيق؟ طبعا. بس انا عايز اعرف، اذا كنا عايزين نخلص من الامير توفيق لان حظوظه بولايه العهد اعلى، ليه بندور الامير رشيد؟ احنا هنقتل رشيد ونتهم توفيق علشان خاطر ابننا. عارفه اكتر واحده بكرهها من زوجات الخديوي تبقى مين؟ مين؟ صافي ناس، واكله نفسها قلب. وهي اصلها تركي، وهم التراكوه دايما كده بيبصونا من فوق لتحت. انا اسفه يعني لو في عرق تركي عند حضرتك ولا حاجه. لا ابدا، بس خايفه، حاسه زي ما نكون بنعمل جريمه. ولا جريمه ولا بتاع، انت بس عشان جديده في السرايا المفروض ان احنا نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. اول ما تجيلك الفرصه لازم تنقضي عليها، والا التردد ده هو اللي هيقضي عليكي انت. طيب ولو اتكشفنا؟ مش هننكشف ولا حاجه، ما تخافيش. البنت اللي هتحط ميه النار ما تعرفش اي حاجه عننا. بعدين حتى لو اتمسك احنا من هي اللي هتتحاسب. ما تخافيش سؤالك، انا كنت خدامه في السرايا وعارفه كل التفاصيل دي كويس قوي. طيب الامراء في وضع الاستعداد بانتظار اشاره البدء. 3 2 1. اخويا رشيد. رشيد رشيد رشيد، امان يا ربي. انت كويس؟ ستار يا الله. الله يحفظك رشيد. معلش جت سليمة، استريحي يا ولد باشا. معلش. الحمد لله الحمد لله. ماما